أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3 2 1. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة، مكملين كونكت 2 يونت 8 تانية ابتدائي الوحدة الثامنة، مكملين ليسون 3. وفي ليسون 3 هنتكلم عن العملات او الفلوس، ماني. ماني يعني نقود، الفلوس المال ماني. وهنشوف كمان اشكال العملة او اشكال الفلوس. الفلوس دي يا اما بتكون كوين يعني عملة معدنية، كوين عملة معدنية كوين، او بل نقود ورقية، الفلوس الورق. بل يعني فلوس ورق، كوين بل، كوين بل. معانا كمان بلس، بلس يعني زائد، بلس يعني زائد. تعال نشوف صور الفلوس اللي معانا. باوند جنيه، باوند 5 باوندز، 5 جنيه، 5 باوندز. باوند يعني جنيه، لما قال هنا باوندز 5 جنيه، علشان الخمسة ده جمع فحط لها اس، يبقى 5 باوندز. 10 باوندز، 10 جنيه، 10 باوندز، 10 باوندز. 20 باوندز، 20 باوندز، باوند 5 باوندز، 10 باوندز، 20 باوندز. 50 باوندز، 50 جنيه، 50 باوندز. 100 باوندز، 100 جنيه، 100 باوندز. 200 باوندز يعني 200 جنيه، 200 باوندز. ودي اشكال العملات او الفلوس بتاعتنا، يا اما جنيه، يا اما 5، يا اما 10 جنيه، يا اما 20، يا اما 50، يا اما 100، يا اما 200. معانا كمان في الملابس، سكيرت جيبة، سكيرت جيبة، شوز حذاء، تي شيرت سكيرت، شوز تي شيرت، سكيرت شوز تي شيرت، جاكيت جاكيت ده جاكيت، بينتس بنطلون، بينتس بنطلون، سكيرت شوز تي شيرت، جاكيت بينتس، جاكيت بينتس. بعد ما خدنا العملات والفلوس واشكالها، تعال نسأل بقى عن تمن الاشياء. نسأل عن التمن بإيه؟ يقول لك كلمة اسمها هاو ماتش. هاو ماتش معناها كم ثمن، هاو ماتش معناها كم ثمن، يعني السعر قد ايه. هاو ماتش كم ثمن، هاو ماتش كم ثمن. اجاوب اقول لك ذات از والرقم وبعد كده باوندز. مثال، لو بصينا للتيشيرت ده سعره 18 جنيه، فقال لي هاو ماتش از ذا تيشيرت، كم سعر التيشيرت. هاو ماتش از ذا تيشيرت، كم سعر التيشيرت. قال له ذات از 80 باوندز، يعني سعره 18 جنيه، 80 باوندز، 18 جنيه. يبقى هاو ماتش از والشيء اللي انا بسال عنه. لو بسال عن الفستان يبقى هاو ماتش از ذا دريس، لو بسال عن الجيبه هاو ماتش از ذا سكيرت، لو بسال عن القلم يبقى هاو ماتش از ذا بن. يبقى هاو ماتش معناها كم ثمن. بعد كده معانا ليسون 4 واللي فيه بعض النباتات. نبدأ بأول حاجة الصبار، اسمه كاكتس، كاكتس كاكتس كاكتس، صبار. فلاور وردة، فلاور وردة.
bunch of flowers يعني باقة ورد. bunch of باقة من. bunch of flowers. bunch of flowers يعني باقة ورد. flower shop محل بيع الورد. flower shop محل بيع الورد. plant نبات. plant نبات. مرة تانية. cactus. cactus صبار. flower. flower وردة. bunch of flowers باقة ورد. bunch of flowers. flower shop محل بيع الورد. flower shop. flower shop. plant نبات. plant نبات. plant نبات. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.